تحية تربوية لتلامذتنا الأعزاء، معكم الأستاذ محمد أبهة، أستاذ مادة الفلسفة بثانوية سيد محمد محمود بيد الله، مديرية سمارة، جهة العيون، الساقية الحمراء. مرحبا بكم في هذه الحصة المسجلة والتي سنتناول فيها منهجية التحليل ومناقشة القولة المرفقة بسؤال أو مطلب وفق التوجيهات العملية والأطر المرجعية لسنة 2014، فهذه آخر توجيهات صدرت فيما يخص الامتحان الوطني لمادة الفلسفة. سنتعرف في هذا الدرس على الخطوات الأساسية لتحليل ومناقشة القولة الفلسفية. إذن من أجل إنجاز كتابة إنشائية منسجمة ومتميزة علينا أن نتبع هذه الخطوات، فالقولة تعتبر المطلب الثاني الذي يأتي في الامتحان الوطني. إذن سنتعرف على تعريف القولة الفلسفية، بمعنى ما هي القولة الفلسفية؟ أولا، تعرف القولة بأنها نص قصير يجيب عن إشكال ويتضمن أطروحة صريحة أو مضمرة، ويتميز بالكثافة المفاهيمية، كما أنه ينطوي على حجاج غالبا ما يكون مفترضا، وتحيل القول على مفهوم فلسفي واحد أو أكثر من مفاهيم المجزوءة، كما يمكن أن تحيل على مجزوءة واحدة أو أكثر. فيما يخص هذا الأمر، فإن تلاميذ التخصصات العلمية والاقتصادية والعلوم الشرعية، فإن القول غالبا ما تكون في مفهوم واحد أو محور واحد، على عكس التلاميذ في العلوم الإنسانية وفي الآداب، حيث يمكن للقولة أن تمتد لأكثر من مفهوم، بل ويمكن أن تمتد لأكثر من مجزوء. ترفق القولة بسؤال إشكالي أو مطلب مزدوج، يحيل في مستواه الأول على مضمون القولة، بمعنى يطلب من المتعلم أن يحدد مضمون القولة، وهو العمل الذي سيشتغل عليه في لحظة التحليل. ثم في المستوى الثاني يركز على قيمة وحدود هذه القولة من خلال لحظة المناقشة. طبيعة الحال، فإن القولة تتطلب مجهودا منهجيا وأيضا مجهودا علميا ورصيدا معرفيا من أجل تحليلها ومناقشتها، وذلك باستحضار الأطروحات والمفاهيم والحجاج. إذن فما هي اللحظات التي تمر بها أو يمر بها العمل الفلسفي فيما يخص تحليل ومناقشة القولة الفلسفية؟ أولا، فإن اللحظة الأساسية ولحظة البدء في الإنشاء الفلسفي، سواء في القولة أو في النص أو في السؤال، هو لحظة الفهم أو ما يسمى بالتأطير الإشكالي للقولة. بالنسبة للقولة،
فإن لحظة الفهم يجب أن تتضمن عنصرين أساسيين: أولاً التمهيد، ثم الإشكال. بالنسبة إلى التمهيد، فإنه يطلب من المتعلم بداية أو الممتحن أن يحدد موضوع القولة، بمعنى أن يتوقف عند القضية التي تعالجها القولة. السؤال المطروح هو: كيف سيتمكن المتعلم من إدراك الموضوع الذي تعالجه القولة؟ قلنا سابقا بأن القولة هي نص قصير يتميز بالكثافة المفاهيمية، بالتالي فالمنطلق هو المفاهيم الأساسية المتضمنة في القولة، بمعنى عليه أن ينطلق من المفاهيم حتى يتسنى له أن يحدد موضوع هذه القولة. وبعد أن يتعرف على المفاهيم، فإنه يمكن أن ينطلق من عدة عناصر لتحديد الموضوع. أولاً، من خلال المقابلة بين مفهومين، مثلاً إشكالية الدولة والعنف، فإن المنطلق هنا هو تعريف مفهوم الدولة، ثم أيضاً تعريف مفهوم العنف. وهنا سنرى أن هذا المفهومين يطرحان مفارقتان. انطلاقاً من هذه المفارقة يمكن الانطلاق لتحديد موضوع هذه القولة. يمكن أيضاً أن يبدأ المتعلم بمثال من الواقع، مثلاً في إشكال العنف يمكن أن ينطلق من اعتبار أن واقعنا اليومي هو واقع ينتشر فيه العنف بشكل كبير، سواء في وسائل الإعلام، سواء في الجرائد، سواء في معيشنا اليوم إلى غير ذلك. بمعنى يمكن أن ينطلق من مثال. ثم إمكانية أخرى، وهي أن ينطلق من النقاشات العمومية التي تعرفها الساحة، سواء الفكرية، سواء الفلسفية، سواء السياسية إلى غير ذلك. ويمكن أيضا أن ينطلق من تاريخ الفلسفة، من خلال إثارة القضية التي تعالجها القولة من الناحية التاريخية. كما يمكن للمتعلم أيضا أن يبدأ بتعريف أهمية الموضوع، بمعنى أن هناك إمكانيات متعددة من أجل إنشاء تمهيد للموضوع، وليس فقط إمكانية واحدة، بل هي إمكانيات متعددة مختلفة يمكن للمتعلم أن ينطلق منها كي يشتغل على موضوعه. الأساسي في التمهيد هو أن يكون تمهيداً متناسقاً منسجماً مع القولة، بمعنى أن القولة هي التي تفرز ذلك التمهيد، وليس أن يكون التمهيد معداً بشكل مسبق قبل القولة، بمعنى أن القولة تتضمن مفاهيم، هذه المفاهيم هي التي تمكننا من تحديد الموضوع الذي تعالجه القولة. انطلاقاً من تحديد موضوع القولة، سنجد أنه يتضمن مفارقات وتقابلات. هذه التقابلات وهذه المفارقات هي التي ستنقلنا إلى الاشتغال على العنصر الثاني المتعلق بالإشكال، أي صياغة الأسئلة التي يطرحها الموضوع، بمعنى صياغة التساؤلات التي تطرحها القولة، انطلاقا من سؤال عام، بمعنى أن السؤال المركزي هو سؤال عام. مثلا قد نتساءل
من أين تستمد الدولة مشروعيتها؟ نقول أو نتساءل مثلا، ما الشخص؟ ما أساس هوية الشخص؟ إلى غير ذلك. بمعنى أن السؤال هنا دائما يوجه لي للقولة. ثم بعد ذلك نشتغل على تفريع هذه الأسئلة إلى أسئلة صغرى أو أسئلة فرعية متدرجة. قصد ماذا؟ قصد صياغة إشكالية منسجمة توجه لحظة التحليل، ثم توجه أيضا لحظة المناقشة من خلال التساؤل حول مضمون القولة، التساؤل حول حدود القولة، التساؤل أيضا عن الأبعاد التي تطرحها هذه القولة. الأساسي بالنسبة للحظة الفهم أن يركز المتعلم على صياغة الإشكالية، لأنه من حيث التنقيط تأخذ النسبة الأكبر، حيث تأخذ نقطتين، بمعنى أن هنا نقطة في تحديد موضوع القولة، ثم نقطة في صياغة المفارقة، ثم نقطتين في صياغة الإشكالية، بمعنى أن الإشكالية هي الأهم، والإشكالية هي التي تحدد لنا الخطوات التي سنشتغل بها في لحظة التحليل وفي لحظة المناقشة. الآن ننتقل إلى اللحظة الثانية في تحليل ومناقشة القولة، ويتعلق الأمر بلحظة التحليل. بالنسبة للحظة التحليل فإنه يتضمن مجموعة من العناصر. أولاً يبدأ المتعلم بصياغة الأطروحة المتضمنة في القولة ويعمل على شرحها، بمعنى عليه أن يبين القضية التي تدافع عنها القولة ويشرح هذه القضية ويشرح المضمون والأفكار التي تتضمنها. ثم بعد ذلك ينتقل العنصر الثاني والمتعلق بتحليل المفاهيم المتضمنة في القولة. كيف؟ ما دام القولة لا تعرف المفاهيم فإن هناك عدة إمكانيات أمام المتعلم كي يشتغل على القولة وعلى المفاهيم المتضمنة في القولة. بداية أولا بالاشتغال على الدلالات اللغوية للمفاهيم، ثم بعد ذلك الاشتغال على الدلالات الفلسفية، ثم الاشتغال أيضا على الدلالات العامية إلى غير ذلك من التعريفات الممكنة لهذه المفاهيم. الأساس في هذه المفاهيم إبراز العلاقات بين هذه المفاهيم والتقابلات التي تطرحها، لأن هذه المفاهيم لها دلالات ولها معنى، بمعنى لا يخرج المعنى الذي يتم صياغته على السياق العام الذي تعالجه القولة. وأيضا يجب على هذه المفاهيم ألا تكون مفاهيم عامة، بل يجب أن تكون مفاهيم في صلب ما تعالجه هذه القولة. ثم بعد ذلك ننتقل للحظة أو العنصر الثالث، وهو كيف يمكن أن ندافع عن الأطروحة. يمكن الدفاع عن الأطروحة عبر مجموعة من الحجج الفلسفية، وبمعنى هنا أن المتعلم مطالب باستحضار الرصيد المعرفي والرصيد الذي تلقاه انطلاقا من الدروس الفصلية، سواء الحجج الواقعية، سواء الحجج من تاريخ الفلسفة، سواء الحجج المستمدة من عناصر
أخرى كثيرة جدا، بمعنى أن المتعلم مطالب بأن يدافع عن الأطروح. وهنا أوجه المتعلمين إلى أن الإمكانية التي يمكن أن يعتمد عليها المتعلم في لحظة الحجاج، وهي أن يشتغل على الموقف أو التصور الذي يدافع عن القول، بمعنى أن يشتغل على تصور فلسفي يدافع عن القول، يكون بمثابة حجة نابعة من تاريخ الفلسفة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى العنصر الأخير، وهو سؤال الانتقال أو ما يسمى بالسؤال النقدي. هذا السؤال النقدي هو المبرر للانتقال إلى لحظة المناقشة. هذا السؤال نحاول فيه أن نسائل النتائج التي أو النتيجة التي توصلنا إليها في لحظة التحليل، كي يتسنى لنا أن ننتقل إلى اللحظة الثانية، وهي لحظة المناقشة. قبل الانتقال إلى لحظة المناقشة، لابد من الوقوف على مجموعة من العناصر في لحظة التحليل. أولاً، هو أن القول تسمح لنا بإمكانية البدء بلحظة المفاهيم أو عنصر المفاهيم، أو أن نبدأ بالأطروح، بمعنى أنها تسمح لنا بهاتين الإمكانيتين، لكن من الأفضل أن أبدأ بصياغة الأطروح ثم بعد ذلك المفاهيم. العنصر الثاني وهو ما يسمى بالبعد الإدماجي. هذا البعد الإدماجي يتمثل في ماذا؟ في أن القول تسمح للمتعلم بأن ينفتح على كل المعارف الممكنة لمعالجة هذه القولة، ويبين أهميتها سواء من تاريخ الفلسفة، سواء من حيث راهنية هذه القضية التي تعالجها القولة إلى غير ذلك. ثم أنه في لحظة استحضار المعرفة الفلسفية، أي في لحظة الحجاج، يطلب من المتعلم أن يستعين بأحد التصورات الفلسفية التي عالجت القولة أو التي تتماشى مع مضمون القولة. ثم أيضا أن القولة تسمح لنا بإمكانية أساسية، وهي إمكانية أن السؤال يمكن أن نطرحه مرات عدة. كيف؟ يمكن أن أنتقل من الأطروحة إلى المفاهيم عبر سؤال، كما يمكن أن أنتقل من المفاهيم إلى لحظة الحجاج أو لحظة استحضار التصور الفلسفي عبر أيضا سؤال، بمعنى أن إمكانية طرح السؤال ليس بالضرورة في المقدمة، لكن يمكن أن ينتظم الموضوع على طوله، أي بشكل عمودي. الآن ننتقل إلى اللحظة والمتعلقة بلحظة المناقشة. تعتبر لحظة المناقشة لحظة مهمة وأساسية، لأنها تسمح بتطوير التحليل، بحيث أنها تمكن المتعلم من إمكانية إبراز مواقف أخرى وتصورات أخرى عالجت نفس القضية، إما أن تكون هذه التصورات تتماشى مع التصور السابق أو تتجاوزه، بمعنى تقدم أشياء جديدة أو أنها تصححه إلى غير ذلك. بمعنى أن في لحظة المناقشة نركز على المطلب الثاني المذيل للقولة. إذا كان المطلب الأول هو توضيح مضمون القولة، فإن العنصر الثاني هنا هو بيان أبعاد القولة
أو تبيان أبعاد القولة وأيضاً إبراز حدودها. كيف يمكن إذن أن نبرز حدود وأبعاد هذه القولة؟ تعرفون أن المناقشة تنقسم إلى مناقشة داخلية ومناقشة خارجية. أولاً، في المناقشة الداخلية عادة ما نتوقف عند صياغة قيمة الأطروحة، بمعنى ما هي الإضافة التي قدمت هذه الأطروحة؟ وهذه القضية تطرح كثير من الصعوبة لدى المتعلمين للخروج منها. أولا، يمكن أن أقول بأن قيمة الأطروحة تتمثل في الإضافة التي قدمتها هذه الأطروحة في تاريخ الفلسفة أو في تاريخ العلم أو في إلى غير ذلك، بمعنى أن أبين أهمية هذه القولة وأهمية هذه الأطروحة. انطلاقاً من ماذا؟ انطلاقاً من الموقف المؤيد لهذه الأطروحة. ثم بعد ذلك أنتقل إلى الحدود الأطروحة. وقبل أن أنتقل إلى حدود الأطروحة، يمكن هنا أن أشتغل على البعد الإدماجي. كيف؟ وبأنه يمكن أن أستحضر هنا التصورات التي تتماشى مع الأطروحة. في هذه اللحظة بعد إبراز قيمة الأطروحة، يمكن أن أبين العناصر أو المواقف الفلسفية المؤيدة للأطروحة. ثم بعد ذلك أنتقل إلى حدود هذه الأطروحة، بمعنى النقط التي أغفلتها الأطروحة، بمعنى العناصر التي لم تعالجها، بمعنى نقط النقص في هذه الأطروحة. نقط نقص من أين سآتي بها؟ سآتي بها من المواقف المعارضة. المواقف المعارضة هي التي ستمكنني من تحديد النقط التي أغفلتها هذه الأطروحة. وهنا بعد أن بينت حدود هذه الأطروحة، سأنتقل إلى المواقف أو ما يسمى بالمواقف المعارضة، بمعنى المواقف التي جاءت إما لتصحيح الأطروحة وإما لتجاوزها وإما أيضا لإضافة عنصر آخر جديد لم يتم التطرق إليه، بمعنى أن هذه الأطروحة أو هذه المواقف الجديدة التي أشتغل عليها قصد ماذا؟ قصد المقارنة وقصد خلق نقاش وسجال بين المواقف الفلسفية. وهنا في لحظة المناقشة أركز على عنصر أساسي، وهو ضرورة أن تكون هناك مقارنة بين المواقف والتصورات الفلسفية، ليس فقط سردها وإنما يجب مقارنتها مع باقي التصورات الأخرى، بمعنى أن يكون هناك حوار وسجال وأخذ ورد، وليس أن يكون هناك سرد للمواقف. ثم أيضا أن نستحضر دائما الإشكالية التي نعالجها، بمعنى أن نركز على الإشكال ونحن نستحضر المواقف والتصورات الفلسفية. وهنا أقول بأن الغرض ليس هو سرد المواقف وكثرتها، بل الغرض هو ذلك السجال وذلك الحوار الذي تخلقه المناقشة، بمعنى أن نبين أن هذه المواقف ليست مواقف مطلقة، بل هي مواقف نسبية، بمعنى استحضار عنصر ما يسمى بالبعد الإدماجي، أن ندمج لحظة تحليل لحظة المناقشة الداخلية بلحظة المناقشة الخارجية. ونقطة أساسية هنا أن المناقشة الداخلية لها 3 نقاط، بينما المناقشة الخارجية فقط نقطتين، بمعنى لا بد من الحرص
على التدرج وعلى الترابط في لحظة المناقشة. الغاية من لحظة المناقشة هو إضفاء طابع النسبي على هذه الأطروحات المستحضرة، وليس سرد أكبر عدد ممكن من التصورات. وجه المتعلم هنا إلى ضرورة، إذا كان المتعلم يدرك عددا من المواقف الفلسفية التي يمكن أن يستثمرها في معالجة الإشكال فلا بأس، ولكن أن يركز على عنصر أساسي يتمثل في أن يكون هناك حوار وأن يكون هناك نقاش، وأن يستحضر دائما الإشكال الذي يعالجه. الآن ننتقل إلى اللحظة الأخيرة. اللحظة الأخيرة في تحليل ومناقشة القولة الفلسفية، وهي لحظة التركيب. عادة أن التركيب لا يختلف عن في السؤال أو في النص أو في القولة. العنصر المطلوب في لحظة التركيب، أو هي ثلاث عناصر مطلوبة وأساسية: أولا صياغة واستخلاص نتائج التحليل والمناقشة، بمعنى أن يبدأ المتعلم بصياغة تدل على أنه يريد أن يخلص إلى نتيجة معينة، بمعنى يريد التركيب، أن يصل مثلا من خلال لحظتي التحليل والمناقشة يتبين كذا إلى غير ذلك. ثم أنه يبين النتائج التي توصل إليها سواء في لحظة التحليل أو في لحظة المناقشة، بمعنى بالضرورة عليه أن يتوصل إلى مجموعة من النتائج، وهي عنصر أساسي في لحظة التركيب. ثم العنصر الثاني، وهو أن يقدم المتعلم رأيه الشخصي، لأن الغاية من الكتابة الإنشائية الفلسفية هو تقديم الرأي الشخصي، بمعنى أن المتعلم يستطيع أن يبني موقفا إما يتماشى مع أحد التصورات الفلسفية السابقة، أو أنه يكون تركيبيا للمواقف السابقة، أو أنه يبني موقفا جديدا. وهذا الموقف يحتاج دائما إلى أن يدافع عنه، بمعنى أن هذا الرأي لابد أن يكون رأيا مدعما. وأخيرا ينهي المتعلم هذا الإنشاء الفلسفي عبر سؤال يطرحه في الأخير، قصد فتح النقاش وقصد فتح إمكانيات أخرى للبحث وللعمل والاشتغال، ليس بالضرورة على الإشكالية التي عالجها، ولكن على إشكاليات أخرى مرتبطة بهذه القضية التي عالج في القولة. لكن لا يجب أن يكون هناك تكرار للأسئلة التي تم طرحها في السابق، بمعنى يجب أن تكون إشكال أن يج... أن يكون الإشكال الذي سيطرح إشكالا جديدا وليس إشكالا قد تم تناوله في لحظتي التحليل والمناقشة. بالنسبة للتنقيط، فإن التنقيط لحظة التركيب هو ثلاث نقاط موزعة: نقطة لاستخلاص نتائج التحليل والمناقشة، نقطة للرأي الشخصي، ثم نقطة للسؤال الانفتاح. هناك ثلاث نقاط في الجوانب الشكلية تتعلق بسلامة اللغة، ثم أيضا بتناسق وترابط عناصر الموضوع، ثم بسلامة الأسلوب، وأيضا بجودة الخط.